قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين أصدرت تحذيرا من السفر إلى منطقتي باريس وريفيرا الفرنسية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك. وأضافت الوزارة أنها حذرت من القيام برحلات سياحية غير ضرورية إلى منطقة إيل دو فرانس التي تضم العاصمة الفرنسية ومنطقة بروفانس ألب كوت دازور الجنوبية التي تشمل مارسي ونيس بسبب ارتفاع عدد الإصابات. وسجلت فرنسا سابع أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا في العالم، وتراقب الحكومة الأرقام عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لفرض أي قيود أو عمليات عزل عام جديدة للحد من انتشار الفيروس. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين دكتور عبد الرحمن عمار الكاتب الصحفي. دكتور عبد الرحمن، أهلا بك على شاشة دي أم سي. مرحبا أستاذة إيمان. ارتفاع كبير في الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية في ألمانيا، فقط من الأمس وحتى اليوم هناك ارتفاع ملحوظ في الإصابات، كيف ستتعامل الحكومة الألمانية مع هذه الارتفاعات؟ نعم، أولا ارتفاع عدد الإصابات كان متوقعا إلى حد كبير من طرف الخبراء الطبيين، خصوصا لأن الفترة فترة عطل وإجازات والكثيرون يسافرون عبر الدول الأوروبية بعد أن تم وقف الطيران إلى الكثير من الوجهات السياحية مثلا كالعالم العربي ومناطق أخرى، وبالتالي فإن السفر داخل أوروبا ساهم إلى حد كبير في نقل العدوى من وإلى السياح الألمان. والآن هناك تحذيرات، أولا لتفادي السفر إلى وجهات معينة كما تفضلت في فرنسا مثلا، وأيضا حتى بروكسل وإيطاليا وعدد من المناطق الأخرى التي تعتبر الآن منطقة خطر. أيضا هناك الرغبة في اللجوء إلى الدخول في حظر صحي للعائدين من هذه المناطق، وضرورة الإبلاغ عن كل حالة يتم التشكيك فيها، وأيضا للراغبين في السفر إلى بلد أوروبي آخر ينصح الأطباء بالتوجه إلى أقرب مصحة لإجراء فحوصات الإصابة بالفيروس قبل السفر إلى هذه البلدان. والبعض طبعا لا يستبعد العودة إلى إغلاق عام في حال صارت الأرقام أكبر وتخرج عن نطاق السيطرة. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن عمار الكاتب الصحفي، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين.